ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن شريف. الف مبروك علينا كلنا، الف مبروك جماهير النادي الاهلي، الف مبروك العيله الواحده، انتصرت المبادئ والاخلاق. مظبوط. يعني الف مبروك لكل من سندنا، 41 بطوله دوري، البطوله دي بمليون لوحدها. وده كلام الحاج مصطفى عبده من عيش من حوش عيسى في الصعيد. يعني الناس كلها قاعده تهني وقاعده تبعت وقاعدين نرد عليهم وهم في قمه الفرحه. كنا نتمناها اهلاويه مصريه ببطوله افريقيا الحقيقه، انما طول ما الاهلي كويس طول ما احنا نطمن على منتخب مصر ونطمن على لعيبتنا. قد ايه اللعيبه النهارده كانت الحقيقه بتلعب بهدوء واحنا مش متوترين وحاسين ان هيكسبوا في اي وقت. قمه الفير بلاي في المباراه، المباراه لاخر دقيقه بيقاتل فيها المقاولين العرب، مباراه تليق بان احنا فعلا النهارده نقول كلمتنا ان احنا خدنا الدوري. هارد لك لكل الفرق اللي كانت موجوده، وبنشكرهم على المجهود العظيم اللي عملوه السنه دي الحقيقه. ان كان نادي بيراميدز، نادي الزمالك، بيراميدز اللي عمل شكل في الدوري شكل جميل جدا، هو اللي خلانا في المراجيح اللي احنا كنا شفناها ده. غير بس انا عايز انوه على حاجه واحده، انا عمري لعبت في النادي الاهلي، كلكم لعبتوا في النادي، عمرنا ما عدى علينا سنه بهذه الاصابات ولا بهذه الشكليات ولا تداخل البطولات ورا بعض. مؤجل يتاجل مؤجل الدوري بيتعمل على المزاج، الجدول بيتعمل على المزاج، ويخش بطوله افريقيا جدا يعني. لكن خلاص الدوري العام حالات جميله. بهني نفسي وبهنيكم وبهني كل الاهلاويه، وعقبال يوم الاحد وعقبال كاس مصر وعقبال ما نقعد دايما في الرايه الحمراء والعيله الواحده اللي دايما بتفرح الدنيا كلها. الف مبروك.